صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في يوم جديد مع ريم في قناة ريم شو. اليوم ان شاء الله راني رايحه نبارطاجي معكم العرضه اللي درتها لصحاباتي المغربيه. كانت عرضه تاع بتي ديجوني او فطور صباح. يلا معايا تشوفوا واش حضرت لهم. كيما راكم تشوفوا هنايا، اول حاجه بديت بها هي البغرير. وجدتو خليتو يرتاح شويه. كيما راكم تشوفوا هنا درت 2 كيلات تاع السميد، كيله تاع الفارينه، السميد المتوسط، مغرفه واحده تاع خميره الخبز، مغرفه ونص تاع السكر. هاد المغرفة هي تاع الديسير. من بعد خلطت كامل المكونات، وبطبيعة الحال ما تنسوش الملح. من بعد زدت لها 4 كيلات تاع الماء وخلطت كلش بالميكسور. من بعد زدت تقريبا واحد الملعقة ونص تاع خميرة الحلويات، وعاودت خلطت كلشي بالميكسور، غطيته وخليته يرتاح. من بعد درت باش ندير موسكوتشو او الكيكة. خديت 4 حبات بيض، حطيت الصفر وحده والبيض وحده. البيض حطيته باش يطلع في العجانه، اما الصفر حطيت له 4 مغارف زيت، عفوا 4 مغارف سكر. طلعتهم بالباتور حتى دوبل الفوليوم، حتى ولا كما كنتوا تشوفوا ولا اللون تاعو بيض. من بعد زدت له 4 مغارف تاع الزيت وشويه تاع لافاني، وستعود خلطتهم بالباتور. ومن بعد وجدت المول اللي حنطيب فيه موسكوتشو، درت له الزيت والفارينه حطيته بجه. من بعد وليت باش نخلط الموسكوتشو تاعي. هو نحطو 4 مغارف تاع الفارينه، نصيرهم يعني نجوزهم في الغربال، نحطو شويه فارينه وشويه بياض البيض، نخلطو بالملعقه بطريقه يعني خفيفه برك هكذا بالعقل، ندخلو المكونات بطريقه بالعقل باش ما يحبطناش البيض. تكملوا تزيدوا بشويه كميه تاع البيض وبشويه كميه تاع الفارينه، هكذا تكملوا هذه الطريقه حتى يخلص لكم البيض والفارينه. ما تزيدوش كلش على ضربه، هذا هو السكري تاعو هذا موسكوتشو. ولا كان عندكم قشور ليمون زيدوا له لو زيست سيترون، يجيكم هايل به، يعني يزيد له طعم وحده. من بعد درتو في المول وحطيتو يطيب على 170 درجه. انا الفوق تاعي شويه قاسح، 170 درجه من الفوق ومن التحت. تقريبا شد لي واحد نصف ساعة وخرجته. من بعد رحت باش نوجد يعني واش حنحط لهم في الطاولة. كيما شتو مع الاول درت البغرير، دوكا راهي جات صاحبتي، فتحت لهم صحاباتي جاو فتحت لهم الباب. من بعد جست طيبت البغرير وحنا رانا نقصروهم معايا في الكوزينة، وكملت وجدت كامل يعني باقي الحاجات اللي حنحط لهم للفطور. كان عندي الفرماج، حطيت الفرماج تاع تريونغل هذاك مثلث، الجبن تاع الشرائح، والجبن الفيطة المحبوبة عند كثير من الناس أولهم أنايا. حطيت التمر. من بعد في الطاولة تشوفوا كامل وش الحاجات اللي حطيتهم، وقعدنا قصرنا حكينا يعني جوزنا وقيتها مليحة. كنا نهضروا على الكلمات يعني اللي عندنا احنا في المغرب واللي عندنا احنا في الجزائر وعندهم هما في المغرب، كلمات متشابهه يعني في النطق ديالها، ولكن المعنى تاعها يختلف سبحان الله من درجه لدرجه. كل بلاد وش يعني تعني بالكلمه هذيك. وتناقشنا على بزاف حاجات يعني اللي عندهم علاقه بالجزائر والمغرب. هذيك وحدة منهم صاحبتي يعني وين تسكن في الحدود تاع الجزائر، كانت تحكي لي تقول لي بلي كانوا يتبعوا بزاف كي كانت هي عايشة في الجزائر، كانوا يتبعوا بزاف القناة الجزائرية، وكانوا يقدروا يعني يشوفوا الجزائر كيما يعني على الحدود، كانت قريبة لهم الجزائر قبل ما يغلقوهم. المهم كيما راكو تشوفوا هنايا دوكا الطاوله تاعي راهي وجدت. كيما شفتوا وجدت البغرير، البيض المغلي، الفرماج، الخبز تاع الشعير، الزيتون، هدايا الزعتر اللي يحبوه بزاف السوريين واللبنانيين، انا نحبو نشريه دائما. هنا عندي العسل، هنا خبز الشعير، هادوما شريتهم يعني من واحد المحل. درت لهم تانيك البيض المغلي، زيت زيتون، البغرير بطبيعة الحال كيما شفتوه، هذا يسموه أمورج، هذاك الحاجة الخاطرة اللي يجي في الزيت في تحبط من تحت هكذايا، المعجون والتمر. كانت يعني طويلة بسيطة نوعا ما، نعرفوا لا تعتبروها بسيطة ولا لا لا.
هذا يوم سكوتشو اللي درتو خرج لي هايل ما شاء الله، عجبهم بزاف. هذا مسكوتشو تاع مادموزيل جانيت كيما نسمو حنا في دارنا، لانه كانت وحده جارة جدة الله يرحمها، مادموزيل جانيت هي اللي علمت لهم الوصفه. هذه هي كانت الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفتين تاع البغرير وتاع المسكوتشو. ولا حبيتوا نعاود لكم مسكوتشو بالتفصيل نديره لكم فيديو وحده. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، ملاقاة الخير ودمتم.